أهداف الورشة هي كان عن التصميم المحاسب اللبناني العام. كنا نحن عم نهدف إنه الطالب الجامعة بجامعة المعارف يكسر حاجز الخبرة الفعلية اللي بدها تواجهه. مسبقا جامعة المعارف كانت عم تجهز طلاب يكون عندهم خبرة مسبقة، مش ينزل على سوق العمل ويتواجه مع البيئة المحاسبية يلاقي حاله غريب عنا. كانت ورشة كتير قيمة، يعني تعرفنا على التصميم المحاسب العام، وتعرفنا كيف نأسس شركات، وتعرفنا على أنه جميع الحسابات مع الأرقام، ويعني كل شيء أكاديمي تعلمناه جينا طبقناه هلأ بهالورشة، وكانت ورشة كتير قيمة واستفدنا كتير. كانت هيدي الفرصة كانت كتير حلوة وكتير مميزة، وأنا كتير بحب أشكر جامعة المعارف وخاصة كلية الإدارة لأنه عم تعطينا هيدي الفرصة أنه لحتى لنتدرب ونحن بعدنا بالسنة الثانية. باسمي وباسم كل الطلاب هون بدي أشكر الجمعية اللي قضت معنا هنهار كتير حلو، وهيدا الشيء بيساعدنا بتدريب الجامعة وبيساعدنا بمستقبلنا كمان. كلية إدارة الأعمال عندها من النقاط الاستراتيجية هي تقديم خبرة سوق العمل إلى الطلاب، وهيدا بيصير عن طريق تقديم دورات تدريبية، واليوم كانت الدورة التدريبية الأولى لوحدة من الاختصاصات. في عدة دورات رح تجي على مع الوقت.